حياكم الله. تستمر اللقاءات الثنائية بين قادة العراق والحكومة والجمهورية الإسلامية، هاي زيارات متبادلة لها علاقة استراتيجية تزداد متانة وقوة منذ عام 2003 ولا تزال تأخذ طابع المتانة، آخرها زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف رشيد على رأس وفد تنفيذي وتشريعي رفيع المستوى إلى طهران، ولقائه بالرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي للبحث في عدد من الملفات اللي تحتل الأولوية في علاقة البلدين، الأبرز فيها حصة العراق المائية من الروافد وتعزيز جهود مكافحة المخدرات وإرساء الاستقرار في المنطقة بما يرفع عنها مؤشرات التصادم وينتقل بها إلى مراحل التكامل. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصادنا لهذه الليلة راح نتحدث عن تعاقب الحكومات، لم ينقطع ذكر تقديم الخدمات وإصلاح الواقع على المسؤولين والمتنفذين لكن دون تنفيذ على أرض الواقع، مما جعل الفساد يتفاقم وتتوارث حكومة الخدمات على هذا الحال. التركة الثقيلة تحتاج سعي حثيث وجهود متضافرة ووقت طويل أيضا. هاي المعادلة ما تقبل الخطأ. الحكومة الحالية بدأت مشوارها منذ اليوم الأول، قدمت الخدمات من أعمال إعادة إعمار الطرق والجسور ومعالجة ظاهرة الزحامات المرورية واستمرار عمل الجهد الخدمي في إصلاح المدن وتوفير الخدمات الرئيسة إلها، ومن جانب اقتصادي عمدت على إنفاذ البلد من انهيار وإنقاذ من انهيار محتم بمعالجة أزمة الدولار والكثير من الإصلاحات بحسب الأولوية والإمكانات المتاحة. إذن مشاهدي الأحبة هاي ملفات لحصادني هذه الليلة راح نناقشها ونفتحها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. تأتي تأكيدا للعلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين شعبينا وبلدينا الجارين والصديقين. إن العلاقات بين البلدين متماسكة وتزداد قوة، وعلينا جميعا العمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون المستمر على كل كافة الصعيد، ومنها مراعاة حصة العراق من المياه، وخصوصا أن معظم الروافد على نهري دجلة وشط العرب على نهر دجلة وشط العرب مصدرها الجمهورية الإسلامية. كذلك يجب علينا إلى التعاون في محاربة المخدرات وتجارتها الأهمية القصوى. يسرني أن أتقدم لكم بالتهنئة لما شهدت علاقات بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية من تطور والتحسن. حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية، حياكم الله دكتور هاشم ضيفا كريما، وكذلك أرحب بضيفي الكريم انضم معي عبر سكايب الأستاذ مختار حداد المحلل السياسي من طهران، حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور هاشم، نتحدث عن زيارات المتبادلة للقادة بين العراق والجمهورية الإسلامية، لأي درجة راح تدفع بالملفات ذات المصلحة المشتركة إلى الأمام في ظل المتغيرات الجديدة اللي تشهدها المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهديكم. لك كل التحية. الزيارات هي زيارات مستمرة، العلاقة ما بين العراق والجمهورية الإسلامية تعد سياسيا وعلى مستوى العلاقات بين دول العالم هي ربما العلاقة المثالية بمستواها وبتعاونها، وأيضا الاحترام المتبادل والتعاون في سبيل المصالح المشتركة. هذه هي الزيارة الأولى للرئيس العراقي بعد تولي منصب الرئاسة، هي كانت بأهمية كبرى على اعتبار أنها تناولت ملفات عدة، ملفات سياسية، ملفات اقتصادية،
ملفات المياه، ملفات بيئية، كل المجالات، وهي تعزيز وتكريس لمتانة العلاقات ما بين الطرفين. وهو أمر مهم الذي أيضا فيه الزيارة من أهمية، إنها جاءت عقب تحسن العلاقات بشكل واضح وكبير وعودتها إلى حالة إيجابية وجيدة ما بين الجمهورية الإسلامية والسعودية، وهذا الأمر كان للعراق فيه جهد، وأيضا كان هنالك وساطة وعمل، وهذا التقارب يلقي بظلاله استقرارا وأمنا وهدوءا للمنطقة جميعا. وهذا الدور العراق يريد أن يعززه، وأيضا يريد أن يعزز علاقاته بكل دول المنطقة، تحديدا بالعلاقة ما بين العراق والجمهورية الإسلامية. هنالك منغصات بسبب المساعي الأمريكية لمزيد من التدخل والتأثير في الوضع العراقي، وأيضا بوضع العراقيل حتى تكون هنالك حالة من التباعد أو القطيعة أو حتى إبعاد العلاقات الإيجابية ما بين العراق والجمهورية الإسلامية. الجميع يعرف الضغوطات الأمريكية الأخيرة الاقتصادية في سبيل هذا الأمر، أيضا منع العراق من التعاون والالتزام الإيجابي مع الجمهورية الإسلامية. ولا ننسى أن الملف الأهم هو ملف الوجود الأمريكي المرفوض برلمانيا وقانونيا من قبل العراق، وشعبيا كذلك، الذي هو كان بسلبية كبيرة، وأيضا انتهك سيادة العراق وانتهك سيادة الجمهورية الإسلامية عندما استهدف الشهداء القادة أبطال النصر على الإرهاب. واليوم مطلب إخراج القوات الأجنبية هو مطلب عراقي ومطلب أيضا إيراني، وهو يصب في مصلحة العلاقات ما بين البلدين، ويصب في مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة. وهذا الأمر لعله أيضا كان واحد من الأمور الأساسية التي دكتور، كل هذه ملفات هي ملفات مشتركة بين البلدين، ولكن دعني أجدد ترحب بسيد مختار حداد، حياك الله سار حداد. لما ترتبط جمهورية العراق بالجمهورية الإسلامية بمشتركات الجغرافية، وهذا العامل راح يؤدينا إلى عدة ملفات، واحدة من أهمها هو التنسيق الأمني خاصة في مجال مكافحة المخدرات وأيضا تبادل المعلومات. اللقاء كيف عالج كل هذه الإشكالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهديكم الكرام. نعم، هناك من أهم الملفات الموجودة في التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق هو الموضوع الأمني، ويعني هناك توجد عدة جوانب في هذا الموضوع. يعني إحداها أولا وجود الجماعات الإرهابية الموجودة في شمال العراق اللي يعني دائما كانت تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة العام الماضي، يعني العام الإيراني الماضي، يعني أو في بدايات يعني العام الميلادي الحالي، يعني كنا نرى بأنه كان لديها دور في أعمال الشغب والحرب المركبة الأمريكية الصهيونية هذه الجماعات. إلى جانب ذلك، يعني هناك كان يوجد تعاون كبير بين البلدين في موضوع مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، وما زال هذا التعاون موجود. هناك يوجد تعاون آخر بين البلدين في موضوع يعني تهريب مكافحة المخدرات. يعني إيران هي معروفة أكبر دولة الآن في العالم تواجه أو تكافح تهريب المخدرات، وقدمت هناك عدد كبير جدا من الشهداء في هذه العملية، عملية مكافحة المخدرات. يعني نظرا لعدم ضبط الأوضاع في أفغانستان، دائما هذه كانت أزمة بالنسبة لإيران مواجهة هذه العملية، وأن تمنع يعني نقل المخدرات أو مواجهة ترانزيت المخدرات. يعني اليوم هناك تم الحديث عن هذا الموضوع الأمني، هذا التعاون الأمني. يعني هناك تعرفون يعني قبل فترة تم توقيع اتفاقية أمنية بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في العراق، ويعني هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز هذا التعاون الأمني، لأنه هذا التعاون الأمني كان موجود وهذا التعاون الأمني كان مستمر. الآن بمثل هذه الاتفاقيات يتم تعزيز هذا التعاون
الأمني، وتم طرح ذلك خلال هذه المباحثات، خاصة أن مستشار الأمن القومي العراقي هو كان يزور يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية برفقة يعني رئيس الجمهورية العراقية. نعم. كذلك يعني هناك يوجد عامل وتم الإشارة إليه، يعني عامل الاحتلال الأجنبي يعني خلف بعض هذه العمليات الأمنية أو وجود هذه الجماعات الإرهابية هو وجود هذا الاحتلال الأجنبي، وبالذات الاحتلال الأمريكي الذي كان دائما يعني يريد خلق توتر أمني في هذه المنطقة في أي منطقة هو يتواجد فيه من أجل يعني استمرار تواجده وخلق ذرائع لوجوده. فلذلك يعني اليوم إيران أشارت والمسؤولين الإيرانيين أشاروا إلى وجود الولايات المتحدة وخطر وجود الولايات المتحدة في هذه المنطقة، ورأينا يعني كما ذكر ضيفكم الكريم في العراق يعني قال بأنه يعني وأشار يعني إلى موضوع الدور السلبي للولايات المتحدة، ورأينا يعني كيف تم استهداف ضيف رسمي للعراق والشهيد الحاج قاسم سليماني، وكذلك يعني مسؤول رسمي في العراق وهو الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهم من جانب الاحتلال الأمريكي. طيب في ذات قضية الحدود دكتور هاشم، نتحدث عن تصدر المباحثات يصدرها ملف المياه، دعوة رئيس الجمهورية لمراعاة حصة العراق المائية ورد الرئيس رئيسي بالتزام بلاده بهذا الصدد، وتعرف أنه يعني قضيتنا مشتركة بالمياه مع تركيا ومع إيران، بالتالي شلون نشوف الاستجابات بالمقارنة بين البلدين الجارين؟ ملف المياه واحد نعم من الملفات المهمة لسببين أساسيين، لأن الآن هنالك مشكلة قائمة بما يتعلق بالمياه ومسألة الجفاف للبلدين في العراق وفي الجمهورية الإسلامية. الأمر الآخر هو أنه رئيس الجمهورية هو من المختصين والمهتمين والمسؤولين عن ملف المياه، وهذا الملف لابد أن تكشف به حقائق على اعتبار أنه تسويق لربما جاء بصورة خاطئة. المياه الواردة إلى العراق هي بمقدار 9% من الجمهورية الإسلامية و 91% تقريبا من تركيا، فالكمية الأكبر من المياه الواردة للعراق من خارجه هي من تركيا، وهذا الأمر أيضا ينسحب على الجمهورية الإسلامية التي تعاني أيضا من عدم التزام الجانب التركي بالقوانين الدولية وبحصة البلدين. بالنسبة للجمهورية الإسلامية أكدت التزامها بالقوانين الدولية بما يتعلق بما يسمى تقاسم الضرر في ملف المياه، وهي أيضا أعلنت بأنها جادة ومستمرة في التعاون بالعراق بهذا الأمر، ولكن البلدين هم يعانون من مشكلة أساسية. التعاون والتنسيق ما بين البلدين سيكون مهما أيضا في أن يكون هنالك موقف موحد ومشترك لمخاطبة الجانب التركي بما يتعلق ب الحصص المائية وديمومة تدفق المياه. الأمر الآخر أيضا ربما لم يشر له إعلاميا أنه الجمهورية الإسلامية تمتلك خبرات كبيرة ونتائج متحققة فيما يتعلق بإدارة المياه وبما يتعلق بإنشاء السدود وبنائها، هذه كلها ممكن أن تكون أيضا ضمن اتفاقات للتعاون مع الجانب العراقي ضمن التكامل بالعلاقة ما بين البلدين. وهذا أيضا بما يتعلق بما مسألة الحدود، الحدود ما بين البلدين هي الأهدأ بالنسبة للعراق ما بعد 2003. تعرفون أن العراق حتى لم يضع جنودا لحماية حدوده مع الجمهورية الإسلامية التي تكفلت بحماية هذه الحدود، ولم نعاني من دخول إرهابيين من حدودنا مع الجمهورية الإسلامية عكس كل حدودنا مع باقي الدول التي كانت ممرا للإرهابيين. الذي حصل أنه في الفترات الأخيرة على الأقل الأعوام الثلاثة الأخيرة كان هنالك تحركات إلى جماعات، هذه الجماعات هي جماعات إرهابية تنطلق لضرب الجمهورية الإسلامية من كردستان العراق، وكان هنالك اعتراف قبل أكثر من 3 أشهر من مستشار الأمن القومي الأمريكي قال بأن أمريكا تسلح
ما أسماهم المعارضة الكردية الإيرانية من قواعد أمريكية في كردستان العراق. هؤلاء كانوا يقومون بأعمال إرهابية باستهداف المدنيين واستهداف العلماء، وبالتالي أيضا هذا الأمر جرت التفاهم عليه وجرى التعاون بما تم الاتفاق به بنشر قوات حدودية، شرطة حدود عراقية في هذه المناطق لإنهاء هذه المشكلة وإنهاء الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية التي تنطلق من بعض الجماعات التي تدعي بأنها معارضة أو لاجئين ولكنهم يقومون بأعمال إرهابية. وهذا الأمر ينطبق مع الدستور العراقي الذي يحرم أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وأيضا هو جزء من تمتين العلاقة مع الجمهورية الإسلامية التي كانت دائما إيجابية في حفظ أمن العراق وأيضا في الوقوف معه. بالتالي هذه الزيارات هي تكريس لكل التعاون والاتفاق ما بين العراق والجمهورية الإسلامية في المجالات المختلفة. اليوم نحن نتحدث عن عدة مجالات جرى التباحث معها، وأيضا هي استكمال للاتفاقيات التي جرت سواء كان سابقا في طهران أو في بغداد نحو التكامل والتعاون بما يحقق مصلحة البلدين الجارين. أستاذ مختار، يتفضل الدكتور الكندي بأن هذه الزيارات من شأنها أن تعزز مصلحة البلدين، ولكن أيضا إذا ما وسعنا النظرة فراح نشوف أنه المنطقة في ظل تحولات استراتيجية، بالتالي نتحدث عن طبيعة الملفات اللي تمت مناقشتها. هذه الملفات تمتلك أو تحتوي على استراتيجية للمنطقة برمتها، ربما حتى تتعدى المصلحة الوطنية سواء لطهران أو بغداد. كيف ننظر إلى هذه الأبعاد اللي تعم على أغلب دول المنطقة والإقليم؟ نعم هذا صحيح، يعني هناك إيران والعراق يعني لديهم الآن تعاون وعلاقات يعني أوسع فقط من العلاقات الثنائية، لأن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق هي علاقات ممتازة جيدة، وهي أصلا تنطلق على أساس العلاقات الشعبية الطيبة الكبيرة بين الشعبين الإيراني والعراقي، وهذا واضح يعني من الزيارات يعني الزيارات المليونية وهذه الأعداد الكبيرة من أبناء الشعب الإيراني وأبناء الشعب العراقي الذين يتبادلان الزيارات، ونرى يعني ذروة ذلك يعني في استضافة العراق الشقيق لي زوار أربعينية الإمام الحسين، وعدد الأكبر هو يعني من الجمهورية الإسلامية. فهنا يعني الآن لن نتحدث عن موضوع العلاقة بين البلدين في موضوع العلاقات الثنائية، لأن هناك الآن مساعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية، هذا اليوم كان واضح. التعاون بين البلدين في المجال الأمني في المجال الثقافي هذا التعاون موجود وهذا معروف، وحتى يعني هناك الآن حديث عن إعداد اتفاقية استراتيجية شاملة بين البلدين وهي تكون يعني بمستوى هذه العلاقات يعني هذه الاتفاقيه الشامله. استاذ مختار اذا اسمح لي، هذه الاتفاقيه الشامله يعني هل ستتضمن طريق الحزام والطريق والتعاون يعني في الملفات الاقليميه؟ يعني ابرز هذا التعاون هو يعني قبول ايران بالوساطه العراقيه من اجل تعزيز العلاقه وعوده العلاقه بين ايران والسعوديه. الان هناك يوجد مثل هذا الدور من جانب العراق لتعزيز العلاقات بين إيران ومصر أو تعزيز العلاقات بين إيران والأردن، فلذلك باعتقادي إيران والعراق الآن نموذجان جيدان في موضوع استخدام العلاقات الممتازة في يعني تقوية أو دعم التعاون الإقليمي بين دول المنطقة وحل المشاكل بين دول المنطقة. يعني الآن العراق أصبح دولة يستطيع أن يلعب دورا إقليميا بين دول المنطقة يكون له حضور بارز، وهنا إيران تعد من الداعمين لمثل هذا الموضوع أن يكون العراق حاضرا يعني في مثل هذه الأمور وفي الساحة الدولية والإقليمية، وباعتقاد يعني إيران والعراق نجح في هذا المجال. طيب يعني هذا محور أيضا مهم جدا دكتور هاشم ما يطرحه السيد حداد، ونتحدث عن الزيارة اللي بحثت الاستقرار في المنطقة خاصة مع الوساطة اللي جرت بين الرياض وطهران اللي كتب إلها النجاح. هل يرفع هذا التقارب من مراحل التكامل؟ هل يبدد مخاوف التصادم مجددا؟ وفق رأيك؟ لا، هو هذه الجهود العراقية التي هي
استكمال لنيات وإعلانات من الجمهورية الإسلامية بأنها ترحب لعلاقات مع العربية السعودية. وأيضا هنا مفيد أن نذكر بأن الشهيد سليماني عندما غدر أمريكيا بالعدوان الأمريكي كان هو في مهمة دبلوماسية لأجل التقارب ونقل رسائل ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين السعودية عن طريق العراق. هذا عودة العلاقات ينعكس بكل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية بل حتى الاجتماعية. تعرفون أن الجمهورية الإسلامية هي الآن من الأعضاء المهمين في منظمة شنغهاي، وهنالك محور الآن يتشكل، محور اقتصادي بالدرجة الأولى ولكنه أيضا أمني وسياسي، يواجه ما كانت تفعل به أمريكا من قطبية أحادية. هذا المحور أيضا بدأ يستقطب دول تسعى إلى أن تدخل إلى مثلا منظمة شنغهاي وأن تديم علاقاتها مع الصين ومع روسيا ومع الجمهورية الإسلامية. ولعل هذا الأمر كان في مقدمة السعودية بإعلانات وبخطوات، والعراق لربما أيضا هو أيضا يعمل أن يعزز حضوره الاقتصادي من خلال الحضور في منظمة شنغهاي في المستقبل القريب. وستكون الجمهورية الإسلامية بحضورها الفاعل وبعلاقاتها المتميزة وبمواقفها المعروفة من الداعمين لهذا الأمر. كل هذه العلاقات الإيجابية وترابط المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية تنعكس استقرارا ورفاهية لشعوب المنطقة. قد نشاهد وكما هو متوقع عرقلات محاولات أمريكية لمنع هذا الأمر، ولكن القرارات الشعوب بما تتخذ أيضا قياداتها لمصلحة هذه الشعوب إنها تذهب إلى الاستقرار وتذهب إلى منع التفرد الأمريكي الذي ثبت بأنه لا يريد تعاونا ولا يريد احتراما بقدر ما يريد استعبادا واحتلالا. وهذا أصبح أمرا مرفوضا من كل الدول التي تتوجه اليوم نحو التعاون والتكامل وليس نحو التبعية والاحتلال. طيب دكتور حداد، نتحدث أيضا عن أن هذه المخرجات والزيارات المتبادلة بالتالي سيكون لها مؤدى على المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. ماذا عن الاتفاقية الصينية، ولا سيما وأن البلدين يعني في موقع جغرافي وفي علاقات ارتباطية مع هذا الموضوع بشكل كبير؟ نعم، يعني من المؤكد يعني العلاقات الإيرانية أو الاتفاقيات الإيرانية حتى مع الدول الأخرى، حضور إيران في المنظمات الاقتصادية المهمة، هذا ينعكس إيجابا على دول المنطقة وحتى على العراق. يعني عندما إيران تكون دولة قوية في مجال الاقتصاد، في مجالات أخرى، في المجال السياسي، في المجال الدفاعي، هذا ينعكس إيجابا يعني على دول المنطقة. يعني نحن، أنا أذكر مثالا، يعني إيران في حرب مكافحة الإرهاب يعني بسبب قدراتها الدفاعية استطاعت أن تقف إلى جانب أشقائها في مواجهة يعني القوى الإرهابية. أما في الجانب الاقتصادي، يعني مثلا الاتفاقية الإيرانية الصينية طويلة الأمد، يعني هذه الاتفاقية وانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي، هذا من المؤكد سينعكس إيجابا على المنطقة وخاصة على علاقات إيران مع الدول الشقيقة والصديقة. يعني العراق الآن ممكن أن نصفه هو أن أقرب الدول ومن أهم الدول في سياسة إيران الخارجية في موضوع العلاقة الثنائية. صحيح إيران لديها علاقات قوية مع تركيا، مع دول جوار كثيرة، ولكن العلاقات بين إيران والعراق علاقات نموذجية. أنا ذكرت يعني في السؤال السابق يعني العراق القوية، العراق الذي يستطيع أن يلعب دولا في الساحة الدولية، هذا كذلك ينعكس إيجابا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أصح نتذكر يعني بعد سقوط الطاغية صدام كنا نرى يعني الولايات المتحدة كانت تريد أن تكون هناك حكومة ضعيفة في العراق، كانت لا تريد التطور للعراق، كانت لا تريد بأن العراق يكون دولة مستقلة حاضرة
تستمر بشكل قوي في هذا الساحة، ولكن نرى يعني الآن العراق أصبح دولة مستقلة حاضر في هذه الساحة، وإيران دائما كانت من الدول التي تشجع أن يكون مثل هذا الأمر، أن الشعب العراقي يختار ممثليه، أن الشعب العراقي يختار ممثليها المستقلين. والآن نرى يعني هذا انعكس إيجابا، العراق دولة قوية، وأي يعني عندما العراق يكون لديه علاقات قوية وجيدة وحضور قوي على المستوى الدولي، هذا قلت يعني انعكس إيجابا. من جانب الجمهورية الإسلامية هذا كذلك يكون بهذا الشكل، وهذا يعزز يعني كل هذه العلاقات تعزز يعني التعاون بين دول المنطقة، يعني الدول القوية في هذه المنطقة، يعني إذا هناك هذه الدول تصبح قوية من ناحية الاقتصادية، من ناحية العلمية، من الناحية الثقافية، من الناحية السياسية، هذا ينعكس إيجابا على دول المنطقة. وباعتقادي يعني نحن هذه التطورات التي نشهدها الآن في هذه المنطقة، هذا التطور المفاجئ يعني الذي فاجأ الولايات المتحدة بالذات، هذه الدولة الإرهابية التي دائما يعني تعيش على وجود الخلافات، الاستمرار الأزمات في هذه المنطقة من أجل الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، الآن تفاجأت بهذه التطورات، وهذا يعود إلى تنامي قوة دول هذه المنطقة، ويعني خاصة الدول المستقلة في هذه المنطقة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن التي تشكل يعني تحالفات إقليمية، تحالفات قوية. يعني اليوم أنا قرأت يعني قائد الجيش الهندي يتحدث عن تحالف عسكري وسياسي بين إيران والصين وروسيا، وهذا التحالف يعني هو كذلك سيكون تحالف اقتصادي من المؤكد، ويواجه الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وبالذات الدولار الأمريكي، وباعتقادي هذا يقوي من شأنه أن يعني يعزز يعني القدرات الاقتصادية لهذه الدول في مواجهة التدخلات والهيمنة الأمريكية. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد مختار حداد المحلل السياسي، انضممت معنا من طهران عبر سكايب، وشكر كثير لحضرتك الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبل للدراسات الاستراتيجية. نتحول وإياكم مشاهدي الأحبة بالملف الآخر نتابع مجددا. حياكم الله. الوعود اللي قطعتها الحكومة السابقة بشأن تقديم الخدمات وإصلاح واقع البلد وعدم تطبيقها جعلت المواطن يسأم من تلكؤ المشاريع، لكن حكومة الخدمات عملت على عكس ذلك من خلال التنفيذ الحقيقي للإصلاح الواقعي، تقديم الخدمات بما ينسجم مع تطلعات المواطن، وبالنتيجة كان هنالك تجديد الأمل بعمل الحكومة الحالية من خلال إشادة المواطنين. مشاهدي الأحبة خلونا نفتح هذا الملف ونناقشه ويا ضيوفنا، لكن بعد أن نشاهد استطلاع الرأي اللي أعدته غرفة الحصاد في قناة الأيام. حقيقة اليوم الحكومة تعمل على أن يكون هناك عمل حقيقي في كل دوائر الدولة. اليوم المواطن العراقي ينظر إلى الخدمات وينظر إلى الحكومة أن تكون حكومة لا فقط شعار، أن تكون تنفيذية على أرض الواقع، أن يكون هناك خدمات. اليوم محمد إشاع السوداني مو مجاملة، لكن الحقيقة محمد إشاع جاي يقدم خدمات وجاي يعمل على أن تكون هناك تطوير للبنى التحتية وتقديم مشاريع عملاقة. الخطوات التي قام بها رئيس الوزراء محمد إشاع السوداني هي خطوات حميدة ويحسب له، ولكن هنالك بعض المعوقات التي تعيق تنفيذ برنامجه الحكومي، ومن ضمنها الموازنة والابتزاز والضغوطات والمخالفات على الموازنة. هذه الأحزاب التي تحاول قدر الإمكان بطريقة أو مباشرة أو غير مباشرة بإعاقة تقدم السوداني خشية من كسب شعبي له داخل الساحة العراقية. طبعا هناك تفاؤل كبير لدى الشعب العراقي أن الأخ السوداني حرك الكثير من السياسات الراكدة التي كانت سائدة فيما مضى، كما أنه شخص الكثير من الأخطاء والإخفاقات التي عانتها الحكومات السابقة، وقد وضع من أولى أولوياته محاربة الفساد واعتبره جائحة يجب القضاء عليها، وقد فعل فعلته الحقيقية بأن اكتشف سرقة القرن. السيد السوداني إنجازات كبيرة، هذا الرجل نزل إلى الشارع، نزل إلى المشاريع، نزل إلى متابعة هذه المشاريع بنفسه، أعطى دافع كثيرة لكل المشاريع، بناء المجسرات، الاهتمام بالمتنزهات، أعطى خدمات إيجابية على أرض الواقع لمسها المواطن العراقي، عكس الحكومات السابقة التي أهملت الخدمات. من أحد أوليات السودانية الخدمات.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ رياض الوحيلي المحلل السياسي، أهلا وحمدك أستاذ رياض، وأرحب أيضا بالأستاذ إبراهيم السراج الكاتب والصحفي، ضيوفا كرام. أستاذ إبراهيم، دعنا نبدأ مع حضرتك نتحدث عن الحكومات السابقة، تحديدا الحكومة الأخيرة. اللجنة البرلمانية عندما شخصت الأداء الواقع للحكومة ما تغير 17-20%، وبالتالي المراقبون أيضا وصفوها بحكومة النشر الإلكتروني، ولكن عندما يكون هنالك وعود لا في السابق ووجود أنه دلائل وقرائن على أرض الواقع في هذه الحكومة، المؤشرات الأولية لعمل حكومة الخدمة الوطنية هل أتت بالتغيير الفعلي اللي يحتاج المواطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولأخ العزيز أستاذ رياض ولمتابعي قناتكم وقرة، حياكم. بالواقع أنه إذا قارنا بين الحكومتين، حكومة الكاظم وسيئة الصيت، حكومة كان أولا أنه أنا ذكرك بقضية الـ أعتقد هو قدم برنامج أو مشروع للورقة البيضاء، تذكرها أستاذ أحمد؟ نعم. هذه ورقة بيضاء تباوى عليها، يعني لا هي برنامج حكومي ولا هي تعليمات، وإنما مجرد تنظير لا قيمة له، ولم يرى النور على أرض الواقع. انشغلت حكومة الكاظم بالفيسبوك أكثر من انشغالها بالداخل بتحقيق إنجازات، وهذا هو طبعا هو هذا هي سياسة هذا الشخص المدعو الكاظمي. حكومة السيد محمد الشجاع السوداني التي انبثقت بعد صراع مرير وبعد معاناة كثيرة وبعد خلافات سياسية، أولا أن شخص السيد محمد الشجاع السوداني هو يرى أنه الحل يكمن في وضع استراتيجية جديدة تحت عنوان حكومة خدمات، وبالفعل تمكن أنه السيد محمد الشجاع السوداني بجلسة واحدة أن ينال رضا مجلس النواب وتمنح الوثقة على ضوء برنامجه الحكومي الذي قدمه. ركز هو على برنامج الحكومة على الخدمات، على البنى التحتية، ركز على مكافحة الفساد. لذلك مثلا الشيء بالشيء يذكر أنه هو أعطى لهيئة النزاهة الصلاحية الكاملة وقال لهم بالحرف الواحد لا حصانة لأي موظف، لا حصانة موظف. هذا فيما يخص الخدمات، هو طبعا عمل على هذا الموضوع يعني منذ الأيام الأولى للحكومة، رغم أنه ليس لديه موازنة مصوت عليها مجلس النواب، لاحظ. وهذه هي طبعا انا اعتبرها مقصوده لاعاقه حكومه السيد كاظم السوداني. لذلك عمل على قطاع مثل عمل على قطاع النقل الشوارع او الخدمات او الازدحامات، يعني عمل الان جسور ووضع خطه تكون من انشاء 8 مجسرات في بغداد لتقليل الازدحام، مع اعطاء اهميه لالغاء او رفع السيطرات. ايضا فيما يخص عمليات التنظيف وما شابه ذلك، كان لديه خطه وبرنامج كامل وبدا تطبيقه. لذلك انا اعتقد الخطوات التي تسير فيها الحكومه نحو الاحسن الان هي هناك مصداقيه. حكومه السيد السوداني تتمتع بقضيه ربما موجوده في الحكومات السابقه، هو عمليه المتابعه. يعني مو مثلا باقي الحكومات رئيس وزراء يصدر قرار وخلاص انتهى، لا، هناك متابعه، وهذا المتابعه اعطى للوزارات حيز كبير من الضغط على الوزارات وعلى على على المديريات والمؤسسات للعمل. يعني مو كتاب يصدر من رئاسة الوزراء او من الامانه العام لمجلس الوزراء وينتهي خلاص راح بالبريد، الاف الكتب صدرت ولكن بدون تطبيق، موظف صغير يعطل قرارات كامله. طيب. لخدمه الاف. لذلك اعتقد الحكومه استطاعت اولا ان تكسب رضا الشارع العراقي، لانه حكومه جاده، مو حكومه تنظير ولا حكومه فيسبوك وماش، لا، الرجل يشتغل يومي 14 ساعة، أكثر من 17 ساعة يشتغل. فريق العمل الموجود عليه سواء المكتب الإعلامي أو بقية الأجنحة تعمل ليل ونهار من أجل إعطاء أولا انطباع أن الحكومة سائرة وفق الخط الصحيح لمنهاجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي. طيب، وسط كل هذه الإجراءات هل يمكن اعتبار الجدولة السقوف الزمنية؟ أستاذ رياض حياك الله مجددا، هذه جدول السقوف الزمنية نعتبرها لكل الأعمال المنفذة هي من أبعدت مشاريع النهايات السائبة اللي كنا نتحدث عنها، مجرد افتتاح، مجرد وضع حجر أساس، مجرد أنه يعني بداية لكن دون نهاية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهدي قناتكم الكرام.
أعتقد يعني هذه الحكومة السودانية ورثت تركة ثقيلة سواء من الحكومة الكاظمية أو الحكومات التي سبقتها. يعني حكومة الكاظمي لم تنجز تقريبا أغلب المشاريع، بقيت متلكية، وأيضا كانت هناك نسبة فساد كبيرة في حكومة الكاظمي. كل هذا كان على عاتق حكومة السوداني معالجة ملف الفساد وأيضا البدء بإكمال المشاريع. هناك نسبة من المشاريع المتلكية ربما كانت نسبة إنجازها 70% أو 60%، هناك مستشفيات وهناك مدارس وهناك طرق لم تنجز. كل هذا بقيت يعني كلها في عاتق حكومة السوداني. أعتقد هناك فريق متكامل قام بالسيد السوداني بأناس متخصصين بمجالات مختلفة، وأعتقد أطلق عليهم فريق الجهد الخدمي، وهذا الفريق يتكون من مستشارين، وبالتالي قام بجدولة ودراسة جميع المشاريع المتلكة أو المدارس أو حتى الطرق، وضعت خطط لمعالجة كل هذه الملفات. أعتقد هنالك ضمن المنهاج الحكومي والذي صوت عليه مجلس النواب، وأعتقد كان في رضا أغلب القوى السياسية، هنالك دعم حقيقي لحكومة السوداني لإكمال المشاريع وخاصة المشاريع الاستراتيجية. هناك تبني من قبل حكومة السوداني المشاريع المتلكة، خاصة الآن بدأت الخطوات العملية لإكمال هذه المشاريع. يعني لاحظنا مثلا هنالك المشاريع الطرق والجسور، أعتقد هنالك كان تقريبا يعني أشارت بعض المصادر أن هنالك 150 مشروع استراتيجي في بغداد فقط، وهذا بالتالي يعني هنالك 4 مراحل وضعت، ربما سوف تكمل المشاريع المتبقية طرق، حتى بموضوع مثلا الأراضي الزراعية يعني تحويل جنسها إلى أراضي سكنية. وبالتالي أعتقد حكومة السوداني جادة بإكمال الخدمات وإيصالها للمواطنين سواء الكهرباء أو المجاري أو حتى إكساء الطرق في هذه المناطق البعيدة أو النائية في داخل بغداد وحتى في المحافظات. وأعتقد وضعت لجان لتقييم أداء عمل المدراء العامين والوزراء وحتى المحافظين، وبالتالي هنالك جدية حقيقية من قبل حكومة السوداني لمعالجة كل الأخطاء السابقة من الحكومات السابقة بما فيها حكومة الكاظمي التي لم مثل ما ذكرنا لم تنجز أي شيء، وفقط وعود فارغة. ولكن هذه الحكومة بدأت خطوات، حتى بموضوع مثلا كانت هنالك اختناقات كثيرة من وجود صبات وهنالك طرق مقطوعة، يعني تمكنت حكومة السوداني من معالجة هذا الأمر ورفع الصبات، وبالتالي حدثت نوع من الانسيابية. وأعتقد تريد هذه الحكومة إكمال المشاريع تتعلق بالجسور، تتعلق بالطرق الأخرى الحولية حول بغداد، وبالتالي فك الاختناقات. وهذا كله جهود يعني ربما يشار لها هذه الحكومة بأنها أنجزت وسوف تنجز كثير، وهذا أعتقد سوف يتم إكمال كثير من هذه المشاريع بعد يعني المصادقة على الموازنة الاتحادية. لما يكون المواطن هو الثيمة الرئيسية ونحن بانتظار مصادقة على الموازنة الاتحادية، أستاذ إبراهيم، نتحدث عن هذه الإصلاحات الخدمية، هل راح تكفل إعادة ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية حتى من ثقة المواطن بإجراءات وخدمات ننتقل إلى ثقة المواطن بالنظام السياسي ككل، مقبلين على انتخابات مجالس محافظات بعدها بسنة سنتين، أيضا انتخابات مجلس النواب، المواطن لما نكسب ثقته بالخدمات هل سنستطيع كسب ثقته بالنظام السياسي ككل؟ يعني بالتحديد انه السيد محمد الشجاع السوداني عمل على قاعده واحده، هي اعاده ثقه المواطن بالعمليه السياسيه واعاده ثقه المواطن بالجهد او خلينا نسميه السلطه التنفيذيه. هو يريد الان يعني هذا التنصل من الوعود، يعني المواطن على مدى 20 سنه كان هناك تنصل من الوعود، سواء وعود انتخابيه وعود حكوميه، لم بالتالي انه فقدنا، وهذا انعكس سلبا على عمليه المشاركه في الانتخابات. يعني لاحظ حضرتك المشاركه في الانتخابات الاخيره في 21 كانت ضئيله جدا، وقبلها في 2018 ايضا كانت منخفضه جدا. ليش؟ لانه هناك تنصل من الوعود الانتخابيه، تنصل من الاحزاب التي مسكت السلطه وسواء تشريعيه وتنفيذيه، ولم تقدم على تقديم انها تهربت من ان تنفذ وعودها. مثلا احكي لك عطيه، هو حاول مثلا يعني اليوم يوم امس عندما افتتح السيد محمد الشجاع السوداني مطار بغداد الدولي، واصبح الطريق الى المطار مشاع للجميع المواطنين، هو ذهب بنفسه،
ما خول مدير عام ولا خول وزير ولا خول، ليش؟ لأنه أراد أن يعطي رسالة واضحة أن السيد محمد الشاع السوداني مهتم بهذه التفاصيل، مثل ما ذهب إلى الكوت في عملية جني محصول الحنطة، هو يريد أن يسمع من الفلاح، يريد أن يكون رئيس وزراء قريبا من معاناة المواطنين، وهذه هي فلسفة حكومة الخدمات. هو لا يريد أن يبقى حبيس مكتبه وتأتي له التقارير أو تؤخذ من الرصد في الإعلام أو إعلام الإلكتروني وما شابه. هو يريد أن يزرع بوادر الثقة بين الحكومة وبين المواطنين، وهذه طبعا هذه كسبة محمد الشياع السوداني استفاد منها كثيرا. لذلك تجد الآن الذين ينتقدون السيد محمد الشياع السوداني ما عندهم شيء ينتقدون عليه، ما عندهم شيء. الآن الجسور التي أطلق كان ضمن البرنامج هو 8 جسور في بغداد مجسرات، الآن بدأ التنفيذ بها وقبل شهر بدأ التنفيذ بها. إذن هناك دلالة وسائل واضحة على أن هذه المشاريع قابلة للتنفيذ، ليست للاستهلاك الإعلامي وليست لعملية أنه مجرد فيسبوك مثل ما كان حكومة الكاظمي وغيره وغيره وغيره. لذلك أعتقد هو يحاول أول يعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية وبالسلطة التنفيذية وبالسلطة التشريعية رغم المعرقلات التي يضعها البعض، ويريد أن يبني علاقة يرمم هذا العلاقة، يرمم العلاقة بين المواطن والسلطة. وبالتالي نعتقد هو نجح في هذا. الآن نسبة النجاح مرتفعة جدا، تجد أن المشاريع سائرة على قدم وساق، المشاكل والمعوقات تحل خلال ساعات، لا يوجد كتاب لو كتابكم. لاحظ حضرتك اليوم من قضية المطار شلون وبخ مدير عام في المطار، كيف وبخه؟ هذه أول مرة طبعا رئيس وزراء بعد 2020-2003 يتعامل مع موظف مسؤول في هذا الطريقة، وهذه تحسب، لأنه إحنا اليوم بعد حكومات 2023 العقاب معطل، العقاب معطل. لما نعم هذه المسألة، تسمح لي قاطعك أستاذ إبراهيم، أستاذ رياض، لما نتحدث عن أن هذه الخدمات المقدمة للمواطن تنعكس بشكل إيجابي على ثقة المواطن بالعملية السياسية ككل، خلينا نعكس هذه القضية ونتحدث عن الاستقرار السياسي. لما أنه يحدث نتيجة هذه الخدمات، هل يمكن اعتبار هذا الاستقرار السياسي هو مفتاح لبداية مغايرة؟ الضامن لمسيرتها راح يكون هي هاي الخدمات، وأي تعثر في المسيرة لربما راح يغيرنا من ترتيب الأولويات سواء على مستوى الخدمات أو انعكاس الوضع السياسي على مستوى الخدمات. بالتأكيد يعني يعتبر الخدمات عنصر مهم جدا في ثقة المواطن. يعني هنالك أطراف حقيقية يعني داعمة لحكومة السوداني، حكومة السوداني لم تأتي من فراغ، هنالك كتل سياسية خاصة قوى الإطار التنسيقي هم داعمين وأعطوا هذا الدعم بالكامل وبالمطلق إلى حكومة السوداني لإكمال المشاريع. لذلك هي أطلقت على حكومة السودان حكومة الخدمة والخدمات، وبالتالي هذا سوف ينعكس إيجابا على إعادة الثقة للمواطن. ربما فقدت هذه الثقة من قبل، يعني كان هنالك بعض اللغط على بعض الأحزاب وبعض الكتل السياسية بأنها لم تكن موفقة في الفترات السابقة، لكن هنالك ظروف كانت ربما ظروف داعش والاحتلال الأمريكي في البداية وغيرها، هنالك تعثر في مستوى الخدمات. الآن هذه الحكومة والأحزاب والكتل السياسية الداعمة لها خاصة قوى الإطار التنسيقي، بالتالي سوف تعيد الثقة بالمواطن في العملية السياسية برمته. هنالك ربما يعني سوف تجرى أيضا انتخابات مقبلة، والمواطن يتلمس الآن يعني حجم التغيير الحقيقي في مستوى الخدمات وحتى في المستوى المعاشي. وهنالك وعود أخرى أطلقت من قبل حكومة السوداني بإنزال يعني قيمة الدولار. لاحظنا أن حكومة الكاظمي هي من رفعت وهي من خلقت المشكلة أصلا التي أوجدتها برفع قيمة الدولار، وبالتالي هنالك تعطل كثير من مشاريع القطاع الخاص. الآن عيدت هذه الثقة حتى للقطاع الخاص، هنالك دعم حقيقي من قبل حكومة السوداني للقطاع الخاص، هنالك دعم للمواطن لتسهيل خدماته حتى بموضوع الأتمتة الإلكترونية، وهذا بالتالي تسهيل الإجراءات في مراجعة الضريبة، في مراجعة التسجيل العقاري، في مراجعة أي دوائر، هنالك متابعة حثيثة من هذه الحكومة. هذا كله سوف ينعكس إيجابا على مجمل الوضع، وبالتالي هنالك ثقة حقيقية. الآن نلاحظ في الشارع، نحن في الشارع ونلاحظ كيف هنالك ثقة حقيقية من المواطن
بإجراءات حكومة السوداني وبإجراءات القوى السياسية الداعمة لحكومة السوداني، خاصة القوى الإطار التنسيقي، هنالك دعم من كافة أطراف الإطار التنسيقي لهذه الحكومة، وبالتالي أعتقد الخارطة السياسية لانتخابات المقبلة سوف تكون هنالك تعزز ثقة المواطن بهذه الأحزاب وثقة المواطن بالحكومة، وبالتالي أعتقد الخارطة السياسية المقبلة، خاصة نحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات، وهنالك أيضا ربما سوف تجرى الانتخابات بشفافية أعلى وبعدالة أكثر، وبالتالي سوف تكون نسبة المشاركة أكثر من قبل المواطنين باعتبار هنالك إنجازات لهذه الحكومة وللقوى الداعمة لها، وبالتالي سوف تتغير حتى خارطة القوى السياسية في نحو الأفضل طبعا بالمستقبل القريب إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا سيد رياض الوحيلي المحلل السياسي أثرية الحوار في هذا الملف، والشكر المنفور لحضرتك الأستاذ إبراهيم السراج الكاتب والصحفي، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.